بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسينج، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم من أشواط التميز، أشواط النخبة، الشوط السابع وهو الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصائل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ في مسافة 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه بهذه الشعارات المتميزة، بهذه الأسامي الرنانة في هذا العالم الساحر. نسير مباشرة بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحدي. نسير بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة وأرى شاهين من قاد المجموعة، أرى شاهين من اندفع منذ البداية بمقدمة هذا الشوط وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. في المتابعة والانطلاق المركز الثاني شاهين، من الجانب الآخر لسمو الشيخ ماجد. التحديات رائعة، الانطلاقات جميلة، وحيشان على الصدارة، انطلق 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 بالمقدمة، سار بناموسي هذا الشوط، ولكن سلهود سلهود سلهود. والمركز الثالث نتابع النصر والكوكب رباعية، الكوكب رباعية. أرى شاهين بدأ يتسلل لينضم في هذه اللحظات في هذا التقدم المثير. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن سلهود سلهود على الصدارة، سلهود على المقدمة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، بيضيف النقطة الثانية في هذه الأمسية التراثية الجميلة مع أشواط التميز. والهجوم الهجوم الهجوم، نتابع ولا نتابع ولا، يتسلل ووحيشان يعلن الانطلاق، وسلهود من الجانب الآخر، والمعركة طاحنة، المعركة طاحنة، ولعت 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 نار هذا الشوط. مع مولع مع مولع اللي انطلق بالصدارة بفارق راس بفارق راس، يا سلام. سلهود مع المركز الثاني، ولكن مولع 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 ولع اللحظات الأخيرة، يا سلام. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء المتميز اللي قدمه مولع. تهانينا لهجن العاصفة، المركز الثاني سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث وحيشان من هجن العاصفة، والمركز الرابع النصر لسمو الشيخ زايد بالمرور المكتوم المكتوم، المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والمركز السادس ايضا وبران لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني 13 دقيقة 19 ثانية و9 اجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز مولع بالمركز الأول، التهاني لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني سلهود يقطع المسافة في 13 دقيقة 20 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والتهاني أيضا للمضمر مطر بن سيف باللاحج، بينما اللي وصل مع المركز الثالث وحيشان يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 21 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني أيضا للمضمر حمد بن راشد بن غدير.